بمشي انا ما مكمل حلقه. هذا التقرير ما مكمل انا، هذا يرفع ضغطي ويلوع كبدي، ماني مات لا قاعد، رجاء رجاء ماني قاعد. هذا التقرير هذا التقرير ما مكمل انا ريال، ما الخلق ارفع الضغط يعني. لا جاي. طبعا اهني اخواننا في السعوديه محتفلين، جايبين آلة ضخمة، هذه اللي عملية الأنفاق، افتحوا النفق عشان يستكمل قطارهم. الله يهنيكم الله يهنيكم. قطار المدينة مكة، مترو الأنفاق، قطار الرياض، وإحنا بالكويت ما زال بالأدراج. نحول وزارة الأشغال ولا نودي المبادرات ولا نودي عند فلان؟ والله شيء بطل شيء. هذا المشروع كانت من ضمن خطط التنمية في السبعينات، ودخلنا 2006 2007 وكانت ماسكة الملف السادة معصومة المبارك، النائبة معصومة السابقة معصومة المبارك، وقالوا اطرحوا وزارة الأشغال، راح المبادرات، شكلوا ولا لجنة أولى. أنا بعرف كم لجنة تشكلت في موضوع المترو والقطار. أنا ما أقول الله يهنيكم يا أهل السعودية، أما أهل الكويت بشروا يعني، هم على ما يودون المبادرة، على ما يطرحونه، يكون مجلس الأمة انتهى والحكومة استقالت، يتعين مجلس قادم، على ما تخلص اللجنة المنبثقة يوقعون مع مكتب استشاري، يعني دخلنا في 3 سنوات، وعلى ما يوقعون مع المقاول 4 سنين، وأربع سنين ثانية يعني 2024 مع مدينة مدينة غرب عبد الله المبارك، لا يكون خلصت غرب عبد الله المبارك في 2020، يكون في مطلع. الله أعلم عايشين ولا ميتين. الله يعني أتمنى من الحكومة في قضايا خطة التنموية هذه شوي دزوا شوي، تكفون تكفون، سلموني المشروع، ما يبي له شيء والله، ما يبي، صدقوني والله ما يبي شيء. أخذوا المشروع، دقوا على منصب الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية اليوم مع الألماني وزير الخارجية، يقول لي يبا من وزير الأشغال عندكم؟ من وزير؟ إحنا وزير الأشغال ما عندنا، استقال وزير الكهرباء، استقال واحد حق الشيخ محمد العبد الله وحق الوزير ياسر أبو. الحين ياسر أبو مملحق على الإسكان، الحين تودونه تعطونه وزارة الكهرباء بعد، ما دي وزارة الأشغال، وزارة الأشغال مملحق هناك يخلص تودونه هنا، ماشي على البركة يا عمي ماشي. نادوا وزير الأشغال الألماني، يقول الألمان إحنا نبي خلال 3-4 سنين تخلصوا لنا قطار والمترو، إذا مو مستين مخلصين تعال خذ عطوني. أنا ماني مكمل حلقة، ماني مكمل. أنا صار لي هني 4 سنين 5 سنين أقدم هالبرنامج وبمشروع تنموي أفتحه، ماني تبطون شبد أنتو حكومة حكومة، حطوني وزير الكهرباء والأشغال، ما بي منكم حتى راتب، ما بي، بس أفرح أهل الكويت، بس أفرح أهل الكويت، ما أخلي الوزارة تشتغل. أخذ بشتي طبعا، أكشخ بشتي عليك وطير ألمانيا الصين كوريا، عمي أنا أبي قطار، هذا المخطط بناء وتصميم، فلوسكم كم أخذوا؟ هذا توقيع اللي بيستجوبني من الوزراء، من النواب يستجوبني، شو بتسوون؟ أروح محكمة الوزراء وأطلع برا على عشان خلصنا عرفناها هذه، شو بتسوون يعني؟ بقت المال العام، ما بقت المال العام، وقعت عقد وهذا فلوسها وعطيتهم إياه بس خلصنا قصة، ولجنة استشارية ولجنة منبثقة، ولجنة استشارية ولجنة منبثقة، وزير سافر وكيلية، لازم الوكيل المحلي يستفيد يا أخي، عطوه نسبته الوكيل المحلي اللي يبي
هالوكيل المحلي يقول لي كم نسبتك؟ 100 مليون 200 مليون حاضر. عطوه تشيك وفكونا من هالقصه. والله يا جماعه خلاص، والله العظيم قهر، والله نبطت شبنا، نبي قطار، نبي مترو، نبي اي شيء اي شيء، حتى لو نشيل الطاوله هذه نعتبرها مشروع. ما نكمل حديث الكويت والناس، بس خلاص ارجوكم، خلاص بس خلصنا. عموما ننتقل الى برنامج وجها لوجه، روح